الحريفي عشان نقول الحريفي هذا عميد سابق ديال فريق شباب محمد يلعب معنا وكان معنا وحقق معنا الصعود السنه الاولى وجلس سوالم وتلعب معهم القسم الوطني الثاني. رايك في الانتصار ديالكم ديال اليوم ورايك في شباب محمد ديال شتي اليوم؟ ما شنو نقول لك، شباب محمد يا ربين فريق اللي كيدوي عليه المغرب كامل، فريق قوي. واش حنا وجدنا لشباب محمد ماشي فريق ضعيف ولا هذا، وجدنا ليه بقوه وكنتمنى لهم يطلعوا ان شاء الله البريمير سيري حقاش يستاهل، والله يسهل عليكم. شكرا ياسين. معكم المعلق يوسف وموم ملعب الرازي بمدينة برشيد. اذا استسقاءات الراي درنا تحليلات مع اللاعبين هنا من اجل شرح يعني هزيمه ديال مقابله ديال الشباب المحمديه. تمكنا ناخذ ارتسامات ديال مدرب فريق نادي السوالمي السيد رضوان الحيمر اللي قال لنا بان درس الخصم ديال الشباب المحمديه وتمكن اليوم من الفوز، وهذا ليس نهايه العالم بالنسبه لفريق الشباب المحمديه. فحاولنا ان نقوموا بشي ارتسامات مع اللاعبين، ولكن كما تعرف المورال طايح اليوم، الهزيمه خلينا للاسبوع المقبل ان شاء الله. معكم خالد. باختصار المباراة ديال اليوم كان فيها سوء الحظ بالنسبة لشباب المحمدية، عملوا واحد المجهود كبير يعني باش يديروا الفوز للجماهير ديالهم، ولكن ما جابش الله ومشي نهاية العالم. إن شاء الله في المباراة القادمة في الدورة الخامسة إن شاء الله غادي تكون مفاجآت. سي خالد.